العطلة الصيفية محال، ما كايناش بنادم مأزم، كاينة أزمة وما كايناش الخدمة. كنظن الناس ما غاديش يدوزوا العطلة الصيفية ديالهم، حيت أغلبية الناس دابا كيفكروا في عيد الأضحى، جيت مصاريف كتسنى الناس، هي أهم أنه غيمشي يدوز عطلة صيفية في شي مدينة ولا في بلاصة أخرى. يعني من الأحسن هذيك الفلوس اللي عنده بلا الإنسان غادي يصرفها على الحياة اليومية ديالو. الأغلبية اللي كندوينا على الشعب المغربي، الناس اللي عندهم الدخل المحدود. هذا العام ان شاء الله غادي ندوزها، ولكن غادي ندوز فيها الا قليل، لان وهذا الوباء وهذا المرض دابا والحركه ما كايناش. دابا عدد ديال الناس، دابا هذا الوباء قسموه الى قسمين، دابا الانسان ما عندوش الماديات وما عندوش بزاف، وشحال واحد اونيل هذا الشيء ربما ما يمشيوش. انا غندوز واحد العطله 15 يوم، غادي نمشي ان شاء الله الجديده. انا بعدا ما فكرتش باش نسافر نهائيا، فهمتيني؟ ماشي مساله ديال ان ماديات او لا، مساله اكثر ما هي معنويه اكثر ما هي ماديه، فهمتيني؟ وانك تقدر تسافر ولكن تبقى قريب. انا دابا وصلت لواحد سيرطاناج، ولا الطريق كتبان لي بعيده. كلشي كيعرف بان العالم كله كيمر بواحد الازمه اقتصادية، فهمتيني، اللي خانقة، وما عارفينش التبعات ديالها من هنا لقدام ان شاء الله، فهمتيني. دونك كل واحد كيمشي على قد قياس برادو وبشوية عليه. انا كنقول لكم بان المغاربة راه مضرين، اقتصاد هابط عندنا ديال البلاد، كيفاش غادي يديروا هاد الناس يدوزوا هاد العطلة؟ الناس كطالب باش تخرج وليداتها باش تشري عيد الاضحى، ولكن راه ما كاين والو. فين غادي يخرجوا هاد الوليدات؟ هاي جاي الدخول المدرسي، عيد الاضحى ما كاين لا عطلة لا والو. عطلة بنت انا كندوزها خارج ديال كازا، والحمد لله كدير الاحتياطات، كدير لا سيكوريتي ودير المسائل، حيت المدن الاخرى كنت هي كلها فيها لا سيكوريتي. غالبا كنمشي للشمال عزيز عليا، والشمال منطقه بلاصه مفضله عند الناس وداك الشيء، وتا بلادنا زوينه، الدار البيضاء ديالنا زوينه، ولكن كنخليوها الناس البراني يجي ليها تا ويشوفها. وبا الكورونا حنا كنتعاملوا كاع داك الشيء اللي كدير السلطه حنا كنديروا.